متابعي الكرام، صباح الخير لكم. مرحبا بكم على فهد البث المباشر الصباحي من مدينة تازة، جولة صباحية مع الأصدقاء، أصدقاء قناة شوف تي في. ولنا سؤال الحلقة، وخا كورونا والإكراهات كورونا وزمن كورونا، كنلقاو الآباء كيفضلوا أولادهم أنهم يقراو عن قرب أو حضوريا، شنو في نظركم السبب؟ متابعي قناة شوف تي في،